ذكرنا في شيء آخر مميز أيضا، وهو استضافة الفرقة الهرمونية للحرس الجمهوري اللي صارت عندها سمعة عالمية في الحقيقة. بهذه المناسبة أشكر قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي التي لم تتردد لحظة في تمكيننا من هذه المحطة الجميلة جدا. كي حضرت هذا السبيكتاكل تاع اليوم استرجعت حاجة، وهي ينشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح وقد اقترب. معناتها في اليوم اللي الطلبة 19 من ماي حين الطلبة هجروا مقاعد الدراسة والتحقوا بالثورة بغية تحقيق الاستقلال، وهنا تفكرت الوحدة تاع الشعب الوطني كامل، تفكرت الوحدة تاعنا من أجل تحرير هذا الوطن اللي رانا عايشين عليه اليوم. وإن شاء الله نحن الطلاب سنحمل المشعل دائما نحو تحرير ونحو ازدهار ورقي هذا الوطن. أول ما سمعت الموسيقى تبادرت إلى ذهني المجهودات الكبيرة اللي داروها الشهداء والمجاهدين من أجل تحرير الوطن. الموسيقى كان لها أثر قوي في داخلي، شعب الجزائري ضحى بالكثير وهذه الأرض نسقت بدم الشهداء، لذلك دائما في مختلف الأحداث ومختلف ليزيفينمون اللي رانا نعيشوها في حياتنا كشعب جزائري مر بمعاناة طويلة نتفكروا الشهداء، نتفكروا المعاناة اللي قدمناها، نتفكروا جدادنا اللي ماتوا في سبيل هذا الوطن. واليوم بمناسبة عيد الطالب أنا ممتنة أنه الوطن تاعي راهو يقدر العلم وراهو يمجد العلم وراهو يحتفل بالعلم ويحتفي بنا، وإحنا كطلاب ما علينا إلا أنه نقدموا الأحسن والأحسن من أجل ازدهار هذه البلاد.